خالتي ام خليل. اهلين حبيبتي سمكه. خالتي ليش ما عم تفتحوا الدكان على بكير؟ الظاهر زنقلت وصار معكم مصاري. صيت غني ولا صيت فقر. امين يا رب. بقول لك عمي ابو دانيال شايلكم فرخين سمك السلطان ابراهيم. يسلموا ايديكي وايدين ابو دانيال. الله يسلمك يا خالتي بخاطرك. مع السلامه حبيبتي. هيك لكان يا ابو خليل، ما عاد تفتح بكير. ايه بسيطه منشوف. لك وينك يا غبان الزفت؟ وك هذا الزلمه كل ماله حرام، بيته عفشه وسيارته، وك حتى هو. طب فيني اسالك سؤال بس، يعني ولاده كيف بيتعامل معي؟ ولاده ليش هو معترف فيهن بشيء؟ اهلي متكفلين فيهن، وكان كل مره يقول لي هدول مو ولادي. قال شو ابي يشبهوني بشيء. شو ما تحكي انت؟ يعني معقولي لهالدرجه؟ الله وكيلك ما عم اكذب عليك بحرق. وهلا اعذريني صار لازم امشي، بس الي عندك طلب. مرحبا بتقولي شو بدي؟ سايري خدي منه كل شيء بتقدري عليه، انا وانت اولى بالمصاري اللي معه. وهلا عن اذنك. وهي الشوايه، ليك انا بحب الفروج مستوي كثير. ولا تكرم عيوني. الو اهلين. مين؟ هلا ما عاد تعرفي صوتي وليه؟ اهلين اهلين ابن عمي. مين عندك؟ ما عندي حدا ابن عمي، يعني مين بده يكون عندي؟ لك امك اختك. لا لا ابن عمي ما عندي حدا، ما حدا اجى لا امي ولا اختي. شو صار معك؟ رحت تعرفتي على غضبان؟ وحياتك وحياتك يا ابن عمي، رحت لعنده مرتين على الضيعه وما قدرت اشوفه، بس وحيات عيونك الحلوين يا هنداوي، بس مهلني يومين، بس يومين وبجيب لك قرار قراره. ماشي. ولك شو صار بالفروج؟ لك والله لتاكلي أطيب فروج. لك لا عيني عليكي، لك في زمتي أنت ما في مني، يلا بتستاهليهم، خدي خدي لزوم الشيء يعني. قلتك لزوم الشيء بالشيء. عكلن الله يعوض عليك. ما سألتني ليش خليتك تخبي التاكسي بالبستان مبارح؟ وليش يعني؟ لأنه يا سيدي كان في شرطي عم بيراقبنا من وقت ما وصلتني على البيت لحد ما طلعت من عندي، وصورنا تسجيل فيديو على الموبايل. ينقع ويشرب ميتها. أيوة يعني مو مصدقني وعم تتمسخر. العبي غيرها. أولا شو جاب الشرطي لهون؟ وثانيا ليش لحتى يراقبنا؟ انت من وين جبتني امبارح؟ من حد السجن. طيب وما سألت حالك شو كنت انا عم بعمل حد السجن؟ لا ما سألت حالي، لانه هذا سجن رجال مو سجن نسوان، يعني ما فيك تقليلي كنت طالع من السجن. وانت الصادق مو انا اللي بالسجن، جوزي هو اللي بالسجن، لانه سارق سرقه كبيره كتير وما عم يعترف عليها، ولهيك الحكومه عم تراقبني. شو؟ شو عم تقولي؟ لكن شو أخذ؟ لك يا عليا شو بده ياخذ؟ ما جاب لي شيء. إذا منه حلو وأب يشتغل وكل يوم والتاني بالسجن، شو معلقك فيه؟ يا ريت بس هيك. دق لأمه بقول لها يحكيني ضروري، لا بسمع صوته ولا برد. دخلي صالح بعده عم يلفي لعندك؟ ايه والله عم يشتغل مع بيي بالارض وعم يجيب لنا الخبزات. والله يا هدرة انت ما فيكي ولا تكه عقل، ما تفكري تاخدي، شو ناقصه؟ لك شو بك يا عليا؟ قلت لك بحبه لغضبان. لك يقطعك انت وهالحب. ليكي ابغاك تفتحي لي هالسيره ولا ما بقعد بقعد معك. شو كفرنا؟ اشرب الشاي. تلجي تلجي شو بدي خليك؟ انت بتعرفي انه انا اللي عملت لك، يعني زبطت لك الشغل اللي عندنا هوني، قصدي معنا هوني بالمحل. عن شو؟ ايه انا. ايه يسلم كتير كتير. الله يخليك. تلجي شو علق شو رايك فيي؟ رايي انا ايه قلك وقت تزعل.
بعرس عقولي من زمان من زمان كتير هيك بتطلع فيك وبتعجبني كتير كتير. يعني هيك تيابك بحسك جنتل كتير كتير، وخصوصا هيك لما بتلبس أصفر وهذا الأحمر، يا الله محلاهن. بتعرف أبعرف قلبي شو بصير فيه هيك، لأنه قريب كتير مني هذا اللون. وبحسك كمان أقوى واحد بالضيعة. اي والله انا اقوى واحد بالضيعه. هيك بتلكي شو بدي اقول لك؟ شو تتنجي بصراحه؟ بصراحه هيك بتلكي شو بدي اقول لك؟ بصراحه انا يعني انا لا 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 تقولها. لا ويلي لا ويلك يا البكليك، اقوى واحد بالضيعه. يا سمك عظمك جارحنا يا سمك. والله هيك من اولها بشو عاوزني؟ يعني بشو بدي يكون عاوزي؟ يعني بدنا هيك نقعد نشرب فنجان قهوه نتعرف منيح، عندي اطلاله بتجننها وفي مسبح. هلا انا اعطيتك رقمي مشان نتعرف، لانه بصراحه انت عجبتني كتير كتير، بس بصراحه بحكيك هذا عم تخوفني منك. خوفه؟ على شو بخوفي؟ صراحة عزيمتك لإلي دغري هيك على البيت خوفتني منك. والله شكلك بتثقي فينا. طيب أنا كيف بدي أثق فيك ولسه يا دوب شفنا بعض؟ طب خلينا نفترض إنك بتثقي فينا، بتثقي بحالي؟ ولو أنا اللي واثقة بنفسي. اثبتي لي هالشيء. طيب تعال خدني لنتغدى سوا. ولك مية هالطلب مثل هالطلب. أوكي ماشي باي. سمورة جاي ياخدني لنتغدى سوا. ميسرة يا قلبي. وأنا هيك عم بقول بسمع خيي عم يحكي مع رفقاته عليها طول بيخيل وعليها عيون بتجني، كأنه البنت طول وعيون لا أحاسيس ولا مشاعر. لك آخ يا مايا، تمنيت واحد منهم بس يقول تسلم لي ما أطيبها الله يحميها شو حنوني. انت هيك بدنا نكبر ونحل هالعقدة بقى. صحيح عم تنخطب هدى؟ طبعا صحيح، بس هي منا رضيانة يا نور، بتحب وما يجي هالفصعون يخطبها. لك شو بدي قلك؟ لقلك امي مانا رضيانة. انا برأيي تشوف لها شي واحد تاني تحبه وترضى امك فيه. هيك بصير انا مو رضيانة. لك يا نور انا بدافع عن الحب الحقيقي. حبيتك يا سماراني، نارف قلبي شعلاني، دق الماني دق الماني، نامت كل عيون الناس وانا عيوني سهراني، دق الماني دق الماني. ولينور شو شايفتك انجلقتي؟ عادي شلبي متي لشوف. الله انت هيك بدي اكبر. احترام سيدي. أهلين جوليا، خير؟ سيدي بدي إجازي 24 ساعة. أجليها لغيري. والله يا سيدي ما بقدر، الوالدة إسلا عندي وكتير تعبان، بدي أخذها على الدكتور عربي. لك أكبروا عليكم، حاجتكم بقى راكدين ورا هالخزعبلات والخرافات هاي. يا سيدي والله عجزنا، ما تركنا ولا طبيب، خلينا نجرب. طيب ماشي الحال، روحي يا قمر. احترام سيدي. لحظة جوليا، لحظة. اي سيدي. مسكي هدول خليهم معك، مسكي. يا سيدي والله خيرك صعبي. خلص خليهم معك بعدين بترجعي لي هن. الله يحميك يا سيدي. يلا. احترامي سيدي. وبلاهي سيدي، وقت ما نكون مع بعضنا ما في داعي تقولي ايه. انت بس احكي لي شو بدك من غضبان؟ شوف ابو خليل، انا ما بيشرفني اعمل علاقة مع واحد شكاك مثلك، فهمان؟ انا اشرب منك، فهمت ولا عيد؟ لك مين جاب سيرة الشك؟ حبيبتي انا بعمري ما شكيت فيكي، بس عم قلك عن هذا النصاب. وبدي شوفه لهذا النصاب، وصدقني اذا مو عن طريقك عن طريق غيرك. قسما عظما اني قلت له انه حبيبة قلبي عبورة عزمتك، ما كان يعبرني. او قل له مرة تانية كرمالي.
وحياة هالعيون الحلوين يا عبورة. اليوم ما بنام إلا أحكي له. إيه إن شاء الله. عبورة شو بدي أقول لك؟ شو رأيك نروح على شي مكان نرتاح فيه؟ قصدك لعندي على البيت؟ إيه؟ ما بقدر، عندي ضيوف، بيت أختي زيارة عندي. وحياة عيونك، بدي استأجر لك بيت هون كرمال العيون الحلوة. اطول بالك، ما لحقنا ولا ما بتقدر تصبر، هدي لي حالك شوي. أنا بس بدي أفهم، ليش تحممت هلا وما أجلت حمامك لليل؟ حاسس حالي تعبان وريحتي طالعة. هاي وفهمناها، ليش مشبشب حالك ومزبط شواربك ولابس لي القميص الأحمر؟ خلينا نغير شوي بقى، أنت بيتطلعوا فيك الشباب وأنا بيتطلعوا فيني الصبايا. لا بق، أنا بدي أمشي. بدك شي؟ شو عملتي لنا غدا اليوم؟ أولاً ما بدي شي، ثانياً قلت لك إنه بدي أعمل محاشي. لك صدق المثل اللي بيقول يلي بياخد شامية وكفايته عندك. وعم بتمثل كمان، ماني مرتاحة على هالقميص الأحمر. هاتي تشوف، خبريني شو حكيته. أول شغلي أنا زعلانة منك، كيف بتتركينا لحالنا؟ والله العظيم خجلت وخفت. هلق خجلتي مقبولة، بس خفت إيش الزلمة كان بده يأكل شقفة مني؟ بعدين أنا تركتكن ورحت، قلت لحالي يعني بركي بتحكوا أكتر وبتتعرفوا على بعض أكتر. هاتي تشوف احكي لي شو صار. هلق اسمعي، بتعرفي شو قال لي؟ قال هاي الكافيتيريا أكتر كافيتيريا بيحبها بكل البلد، بس صار له سنتين ما أجا لهون. سبحانك يا ربي النصيب. ايه ما قلتي لي عجبي؟ هلا قوي مؤدب وحباب. يعني فيني افهم منك انكم توعدتوا؟ يعني ما بتعرفي انه عندي شغل بالمعمل؟ لك مقصوفة الرقبة، ما انت بهيك يوم بتكوني معطلة. ما انا هيك قلت له. ها من الاول ما اخذتوا ارقام بعض؟ يعني شو رأيك مثلا؟ قلت لحالي بس ليك يولي يا ويلك إذا بتخبي علي شي ما تفهمي، أي شي بيصير بتقلي لي. ماشي؟ لا يا فايزي، ما أنا حبيتك حبيتك من نص قلبي. ليتك تقمري قلبي، روحي الله يهنيك يا رب. قديش أنا ضحيت قدامه؟ أكيد بعرف، وكل الضيعة بتشهد فيك وبأخلاقك، بس أنت طولي بالك عليه ولا تشكي فيه. يعني كمان لا تواخذيني بهالكلمة ولا تزعلي مني. قصدك بده ولد؟ إيه بده ولد، وهذا حقه الطبيعي، لأنه أي رجال بالعالم هذا الشيء الأساسي اللي بيتجوز كرماله. آه كل مرة بقول له روح اعمل تحاليل بيقول لي الزلمة ما بيشكي من شيء، العطل من المرأة. معناتها روحي انت اعملي تحاليل مشان تقطعي الشك باليقين. تحاليل عند اختي، انا مخبيتها، خفت شي مره يشوفها وينجرح. لك انا ما فيني شي يا حبيبه قلبي. تعرفي ليش بحبك؟ لانك واعيه وبتصوني بيتي، ولانك خايفه على مشاعره. هيك بتصدقي جاي على بالي اني روح عند الشيخ واعمل له عمل. لا لا، هلا كنا ما نحكي عنك انك فهمانه وواعيه، بتقومي تفكري بهي الطريقه. طب شو اعمل؟ نوريني، صحيني، علميني. والله انا يعني لجأت لك لانه كثير بحبك وبحترمك اكثر من كل بنات هالضيعه. وانا بحبك كثير، وبما انه انا وياكي بنفكر بنفس الطريقه بدي اطلب منك طلب. من عيوني سايريه، ولا تحسسي انك شاكه فيه ولا تنكدي عليه عيشته. ترى الزلمه بس يكون مانه مرتاح بالبيت اجباري بده يطلع لبرا، لذلك طولي بالك عليه مشان تحافظي على بيتك. طيب. وأمي بتحبك كتير وبتعتبرك مثل بنتها، وبأي وقت فيكي تجي تحكي لها اللي بدك اياه. إن شاء الله بتسلمولي. بتعرفي إنه أنا أهلي تركتهم بالشام، بس هون بالضيعة بحسكن أنتوا أهلي وعيلتي، وكل ما داقت الدنيا بوشي وكل ما انقهرت أو زعلت ما بلاقي غيركن إجي أشكيله همي. يا حبيبتي ونحن بنعتبرك وحدة مننا، وشو ما صار معك وشو ما كان بدك فيكي تجي وتحكي لي إلي أو لأمي وبأي وقت بدك اياه. بتعرفي أنا بحبها كتير لخالتي أم غضبان،
وبحسها مثل امي، بس ما بعرف ليش بحب اخذ واعطي معك بالكلام، هيك بتفهمي علي اكثر. يا حبيبتي وانا موجوده باي وقت بدك اياه، اذا ما لقيتيني بالبيت دقي لي على الجوا. لك ان شاء الله بتقبشيني. ايه حبيبتي. هلا انت مو اساس تنطريني قدام باب الوزاره؟ شو رايك قضي عمري كله ناطرتك قدام الباب تحت؟ ولك اذا المدير بحد ذاته نزل، انت شو حالك قاعده لهلق هون؟ وانت شو حالك حمقاني ومعصبه؟ شو صاير؟ شو في حكي؟ هلق بصراحه اذا بحكي لك يا بتقولي عني مجنونه يا بتضربيني. لا اطمني، من ناحيه جنانك انا اللي بعرفه لجنانك، ترى من ناحيه القتل بتستاهلي من الصبح للمساء. شوفي هيثم. هيثم؟ هيثم بتعرفي؟ بالله هيثم بيستاهل هالصفني، وبيستاهل نقضي وقتنا ما نحكي عنه. ترى ما فكر اكتب رواية سميها هيثم واحكي عن يوميات هيثم، انقلعي قدامي احسن ما ابتلى فيك. مشي قدامي. اي والله شي بمخول، يعني مين بده يكون دبر كل هذا الموضوع والقصة وقالوا لي انه ابنك بالمشفى؟ مين؟ عبير؟ عبير؟ خير؟ يعني مو انت ورا كل هذا الموضوع؟ اني موضوع؟ موضوع انه ابنك بالمشفى مشان تجيبيني على البيت؟ لا والله ما بعملها، وبشغل تفكيرك ولفاول على ابني، بس الله يبعث له الهنا على هالعمله. صحيح نسيت اقول لك، مر لعندك واحد اسمه ابو سطيف وقال انت موسع على سياره بسط. ايه وشو قال لك كمان؟ بعته لعندك على السوق. ليش يا عم بعيونك؟ راحوا المصاري وراحت السياره، لك ايش من اولها؟ من اولها اليوم ممسوح من وشك، لك روحي من وشي، روحي. الله لا يوفقك على الخبر. شو يا انسي رانيا؟ فيني افهم ليش ما مشيت الادباره؟ قلت لك هاي الادباره لا بمشيها ولا بحط الختمه عليها. ايوه ما بتمشيها ولا بتحطي ختمك عليها. لا تكون مديريه اللي خلفوكي او لا يكون ختم بيك هذا، ماني عرفان انا. ما بسمح لك تجيب سيره بيني هاي، فهمت؟ وكمان بسكر بوشي. ماشي ماشي يا رانيا، انا بفرجيكي. اسمع، لا بسمح لك لا انت ولا الاكبر منك تجيبوا سيره اهلي بالعاطل، وخصوصا بيي، لانه بيي شهيد واستشهد بلبنان. هذا الشيء اللي امثالك عم يفهموه، ويكون بعلمك رح وصل لفوق ولفوق كتير. يعني مثل ما قالت خيتي فايزة، لازم نلاقي حدا يساعدنا. الموضوع أبي خص لرانيا لحالها، بخصنا كلنا وبخص البلد. غضبان؟ أفيك تحكي مع رئيس القسم أنت؟ رئيس القسم ممكن، بس بدي أتقل من رئيس القسم بكتير. وأنت عمار، أفيك تشوف حدا من معارفك وأصدقائك؟ أنا؟ والله بعرف، بس بحاول. فيك تعيدي القصة من أولها؟ مثل ما قلت لك، فات لعندي على المكتب وجرب إنه يحكي معي قصة سندات وصفقات. أبعرف شو هي، أنا أبعرف شو هي الصفقات. تلبكت ما عرف شو بدي أعمل. هلق أول شيء بتعرفني أنا دغري بعصب، عصبت ورديته يعني. بعدين بصراحة خفت، لأنه أبعرف وين ممكن يوديني، والعلقة مع هيك ناس ما نقليلي، أنتو بتعرفوا. إيه والله أنا بصراحة يا أنسي رانيا كنت مجربك إذا بتعمليها ولا لا. أيوة شو طلع معك؟ شو طلع معي؟ طلع معي إنك بنت أصل وأحسن وحدة عندي بالدائرة. الحمد لله يا أستاذ، نحن أولادنا متربيين حتى لو ما أخذوا مناصب. عفوا منك يا خالي، عفوا يا مدام، يعني اسمحي لي شوي، يعني المناصب مانا كل شيء، بعدين إحنا مربيين ومنعجبك. لا يا أستاذ أمي، مو قصتك أنت. ولا يهمك ولا يهمك يا أنسي رانيا، ست الوالدة هي بمقام والدتي، ولا يهمك أبدا. وبالنسبة لإجازتك خلص اطمني، عملت لك إياها 5 أيام، منيحة؟ منيح، يسلم دياتك. أساسا أنا كنت حبي بس ريحي شوي من ضغط الشغل، بتعرف أنت. شكرا لك. ولا يهمك، ريحي. وهلأ اسمحوا لي أنا بدي أعتذر منكم، بريت زمتي ولازم روح. خليك عنا تيجي خيي غضبان تتعرف عليه. معلش خليها فرصة تانية. شرفتنا. يعطيك العافية.
مع السلامة. ما ارتحت له؟ شو هاي بريت سمتي؟ بريت سمتي؟ ولك فايزة مو عارفاني شو عامل لعمامي، لسه واحد رايح وواحد جاي وكله على نفس السيرة، ليش ما بتتجوزي وليش ما بتتجوزي؟ بدهم يعني اقبر الفقر. هلق صارحيني، انت ليش ما قبلتي فيه؟ بس لأنه كبير بالسن؟ يا فايزة لما بتحبي ما عاد بتهتمي، إن كان فقير إن كان غني إن كان كبير إن كان صغير ما عاد بتهتمي بشي، انت بس بتحبي. يا الله ما أروعك يا هدى، لك أنا ليش ما عرفتك من زمان؟ وأنتي ما في أروع منك، بعدين نحن بنات ضيعة واحدة، أنتي غالية على قلبي كتير، بس بصراحة كنت أحسدك على جمالك وخفت دمك. لك آخ آخ، خليها بالقلب تجرح أحسن شيء. لك فايزي هلق أنتي عم تحكي هيك؟ هلق أجلي لي هالموضوع وقربي شوفي لي هالشاب اللي قاعد هنيك من أول القاعدة ما شال عيونه عنك. وحياتك لما تكوني قاعدة هيك وحدة بجمالك ما بيطلع فيه. لك مجنونة مهلا كنتي ما تحكي، لا عندك فرق بعمر ولا عندك فرق بفقر، شبه بعدين شوفي تقلك شوفي شو رح أعمل لك فيه. تفضل. مرحبا. اهلا اهلا وسهلا. اسمي منير، صحفي بوزارة السياحة. ايه تفضل تفضل. أنا اسمي فايزة ورفيقتي هدى. اهلا وسهلا، تشرفت فيكم. الله لك كان جابك. شو بدها أمك؟ مو أمي بدها، أنا وأخواتي بدنا. ذكرتوا إنه الكم بي؟ زهر أنت نسيت لأنه نحن أولادك. بالله هالكلام أبيطلع من وحدة فصعونة مثلك. أمك المعلمة معلمتك يا مهي. لا تحكي يا أمي، إذا ما بتعطينا مصاري منروح منشحد منقول له إنه أنت بينا. اشحدوا اشحدوا، الله يلعن بي لأمكين، بيجينا وجع الرأس إلا منكين. رح نشحد بي. ليش يا ست الحسن والجمال انتي شو عرفك؟ كيف عرف؟ قال لي انه انا اهم بكتير من الناس اللي عم تشتغلي معهم. شاوري عقلك منيح. طيب هلا المهم لما شاف الصوره شو صار فيها؟ عملت مثل ما قلت لي وحطيت الصوره خلفيه الشاشه وهو شافها تغيرت كل اوصافه. طيب ما لماح ما سال لما شاف الصوره؟ لا لا أبداً أبداً. لكان كيف تغيرت أوصافه؟ يعني ما عاد تغزل فيه ولا عاد طلب مني أي شيء، صار يحكي بس بالشغل وبالبزنس. بس والله والله أنا متأكدة إنه رح يرجع يتصل فيه. أكيد رح يرجع يتصل فيه. أكيد طبعاً. تفضلوا تفضلوا اشربوا الشاي. لا لا أنا بدي أكل موز. خد راحتك ولو. وقديش بدهم يضلوا عندك؟ والله يا حبيبي ما بعرف قديش بدهم يبقوا عندي، ممكن يبقوا شهر ممكن يبقوا اسبوع، شو بقول لهم لبيت اهلي وبيت اختي وقوموا امشوا من عندي؟ اسمعيني منيح، انا هالحركات ما بتمشي معي، انا ايمتى ما بدي اشوفك بشوفك، عم تفهمي؟ ايه مو مشكلة بسيطة. طيب وينه غضبان؟ وشو بدك منه؟ وينه غضبان؟ ما بعرف، بس شو بدي منه؟ بوعدك وعد انه بس شوفه لغضبان رح اقلك شو بدي منه. ايه؟ اسمعيني يا قطة، كلمتين نضاف احسن من جريدة وسخة. قومي نطالع على الرزقة ونغني وترحل، نطير وبلالك هنداوي وبلالك غضبان.
طيب شو رأيك هلأ إنك ترحل؟ فكري. سلام يا بنتي. يا هدى، لك وينك يا بنتي؟ لا تكوني مريضة. إذا فيك شيء يا بنتي قومي لأخذك على الدكتور. يخلي لنا ياك يا عمي، ليش نحن مين قلنا غيرك؟ بس ما تخاف، بنت أخوك شيطانة تكة وجايت لك. ليش ما قلت لها أنه الرجال عم يستنى؟ ليش هي تركت مجال أحكي؟ بس اطمني مرت أخي، ما راح تقول لا. هلأ كيف شايفني؟ لك يا عروس، ملكة. إيه والله الرجال لا ينفرج فيكي. أي رجال؟ شو أي رجال؟ مو وافقتي إنك تشوفيه وتوعدنا؟ بس أنا يا أمي ما في بس. أنت وعدتي للزلمة ولازم توفي بوعدك. قومي أمي، قومي البسي. تشتري بنطلون مو احسن ما تلبسي هذا البنطلون اللي عطيه المهدي. سيدي شو زعلتك؟ انا لابسي عموضه. هلا لكوني هي لكوني انت البنطلون اللي قلت لك فصلتيه ما تفصلتيه. لا يا سيدي انا لابسي عموضه، حتى في منه رجالي شوفوا حلو. ايه سيدي حتى في جميع المقاسات. روحي 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 روحي. مع السلامة. مع السلامة. الله وكيلك، لا عبرني ولا شالني من أرضي. وانت ليش متضايقة ومكيودي؟ لأنه ما عبرك ولا لأنه شاف غيرك؟ لا حبيبتي مو هيك أكيد يعني، بس يعني والله صايرة ما أتضايق من تصرفاته. عادي، رجال كلن مثل بعضين. أيوة حبيتها والله لهالجملة. معناها القصة مو عندي عندك. هاتي تشوف، احكيلي احكيلي شو ما يصير معي. ليكي تأخرت كثير على البيت، قومي خلينا نمشي. ايه قاعدة قاعدة حبيبتي قاعدة، مالي قايمة لحتى اكل، جوعاني انا. جرسون لو سمحت. بتعرفي حبيبتي ماني مصدق امتى بنصير تحت سقف واحد. خلص بقوله خجلتني. بحبك بموت فيكي، انت غني ما بيشتغلك. على فكرة بدي اعطيكي مصاري مشان تنزلي على السوق وتشتري لي كم قطعة ذهب من اللي بيحبهم قلبك. ولو اني أحب هالشكليات، بس إذا أنت هيك بدك مثل أبدك. ما عرفتك. أنا هيك بدي. لك مو أنا هيك بدي، أنت بتأمري أمر الذهب للذهب. لك بحبك. حبك برص. موت فيك. تقبل قلبي. إن شاء الله يا رب. عيد الشر عنك وعن قلبك يا حياتي. يا حياتي أنت يا. سكرتيني. حزري مين جاي لعنا اليوم المساء؟ مين؟ الدكتور جمال. جد ما تحكي؟ لا لا بلا بلا مثل ما عم قلي. يعني جاي الدكتور جمال؟ الدكتور جمال بشحمه ولحمه جاي لعنا. ابقى لحق ضبط حالي. معناتها لازم اكون جاهز حالي. اي والله ما حلو هيك تستقبلي الا وانت مثل العروس طالعه. اي والله لازم اكون جاهز حالي وهيك اطلع مثل العروس. عن اذنك. عم لا عقلي جوزتين بخرج. اي بالله. شو بدي اقول لك، شو انت عم تقلي لي قبل ما تجي خيتي فايزي؟ ما كنت ما قلت لك شك؟ لا كنت ما تقولي بحياة عمار. كنت ما قلت لك بحبك ومو بس بحبك، بموت فيك. وأنا بحبك بموت فيك. خلص بقى. لا لا بدي كاسري جاي يلا. خلص بقى. لك هدول حق فنجان قهوة، لك صرفي وجخي وانبسطي. انت اليوم غير رانيا القديمة، عيشي حياتك. بس بالله صعبان علي كتير. لك شو صعبان علي؟ قال صعبان علي.
لك روحي اصرفي وجخي، بكره بس تصرفي وتنبسطي بتنسي كل شيء. معلش اسالك سؤال. لك ايه اسالي، طبعا انت بتسالي وبتاخذي راحتك. هلق اذا انا حصتي هيك انت شقد حصتك؟ هلا شو بدك بالحصص؟ انا حصتي ما انا اكبر من حصتك بكتير، بعدين هدول مو حصه، هودي هديه الك. ايه يا هيك الهدايا يا اما بلا. ولك شبي، ولك انا صرفت الازم منشان ناخذ راحتنا على رواق شبي، منشان وصلك لانه المبلغ كبير وانت خايفه. بعرف شرفي وصلك. وهي وزعت الشباب، شو بدك مني؟ الحقني يا غضبان، مالي غيرك، ابو خليل عم يلعب بديله. ما يلعب بديله؟ شو قصدك يعني ما يلعب بديله؟ قصدي انه هو عم يخبي المصاري عني وعم يسرق من الغله وما عم يجي يفتح الدكان. يعني هالحاله ابغى بينسكت عليها، بس انت بشو شاكه؟ يا اما بده يتزوج علي او حابب له شي وحده وعم يصرف عليها. يعني انا شو بقدر فيدك بهالموضوع هذا؟ شوف غضبان، اول شي بدك تعرف لي مين هي، وتاني شي بدك تمنعه، وانا جاهزه. شو قصدك انك انا جاهزه يعني؟ الله يسامحك يا غضبان، قصدت بالمصاري. ها قلتيلي بالمصاري؟ لا وين راح فكرك لبعيد، الله يسامحك.